مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنشي. في الفترة ما بين 15 حتى 21 من نوفمبر الجاري، يجري رئيس شي جين بينغ جولة خارجية لكل من بابوا غينيا الجديدة وبروناي والفلبين، كما حضر في بابوا غينيا الجديدة الاجتماع غير رسمي 26 لقادة دول منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك. ما هي آفاق التعاون بين الصين وبلدان الجزر في المحيط الهادي؟ وما أهم الموضوعات في الاجتماع غير رسمي لأيبك هذا العام؟ لمناقشة هذين الموضوعين نستضيف اليوم في الأستوديو الأستاذ غزوان بريك، خبير ومحرر بوكالة سينفا للأنباء. مرحبا بكم. وأيضا دكتورة وي تشي رونغ، أستاذة بجامعة دراسات دولية ببكين. مرحبا بك أيضا. وقبل الحوار دعونا نتابع التقرير التالي. في 17 من الشهر الجاري، شارك الرئيس شي جين بينغ في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في مدينة بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة، حيث ألقى خطابا أكد فيه على ضرورة تصحيح اتجاه النمو الاقتصادي العالمي وإيجاد أسلوب حوكمة فعال للمجتمع الدولي وقيادة سفينة الاقتصاد العالمي إلى مكان أفضل. كما ألقى خطابا مهما أمام الاجتماع غير رسمي 26 لقادة دول أبيك في 18 من نفس الشهر، حيث دعا دول منطقة آسيا الباسيفيك إلى دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء اقتصاد عالمي منفتح والحفاظ على تعاون آسيا الباسيفيك والارتقاء به إلى مستوى أعلى. جدير بذكر أن بابوا غينيا الجديدة هي الأولى من بين الدول الجزرية بالمحيط الهادي التي توقع على اتفاقية التعاون مع الصين لبناء الحزام والطريق. ومن أبرز الشركات الصينية التي تعمل في بابوا غينيا الجديدة مجموعة إنشاء السكك الحديدية الصينية التي وظفت نحو 6000 عامل محلي منذ دخولها للبلاد في عام 2008، وساهمت في دفع التنمية المستدامة وتحسين معيشة الشعب هناك. أولا أستاذ ولي، ننظر إلى بابوا غينيا الجديدة، وهي أكبر تعتبر أكبر دولة جزيرية في المحيط الهادي من حيث عدد السكان والمساحة. قد تأسست العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الصين منذ 42 عام، فما الوضع الحالي للتعاون بين الصين وهذه الدولة، وما أفاق هذا التعاون برأيك؟ بابوا غينيا الجديدة واقع جنوب المحيط الهادي، والحزام الممتد من طريق الحرير البحري للقرن الأحادي والعشرين، فهي قد يعني لعبت دورا مهما جدا في الشؤون الدولية والإقليمية، خاصة مع انعقاد الاجتماع لإيبك في هذه السنة، فيعني قد تدفق إليه الاستثمار والتكنولوجيا وعدد كبير جدا من الأكفاء المختصون إليها. لذلك يعني أصبح التعاون بين الجانبين يشهد مزيد من توسعا وتعمقا في المستقبل. فاقتصاديا كما نعلم إن هذه دولة هي تؤيد الصين، خاصة مبادرة الحزام والطريق التي طرحت الصين منذ 5 سنوات، وتقدر على هذه المبادرة تقديرا عاليا ومتمنيا أن يركب قطار مبادرات الحزام والطريق لتحقيق التنمية المستدامة الذاتية. وفي نفس الوقت تؤيد الصين أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بابوا غينيا الجديدة، ويعني هذا من الناحية الاقتصادية. ومن حيث السياسية كما نعلم أنه يزداد تبادل رفيع المستوى في السنوات الأخيرة بين قادة البلدين،
وكذلك تتعمق صيغة المتبادلة بين الجانبين. ففي عام 2014 قد يعني تم إنشاء علاقة شراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة. ثم بعد ذلك تم الانضمام بابوغينيا الجديدة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يعني وإن هذا التحرك سوف يصب قوة جبارة جدا لتحقيق التنمية الاقتصادية في بابوغينيا الجديدة في المستقبل. وإضافة إلى كل ما ذكرناه، يعني هناك كما نعلم إن هذه الدولة تتمتع بموارد طبيعية غزيرة من حيث المعادن وزراعة، وكذلك يعني من حيث الأسماك. فحاليا قامت كثير من الشركات والمؤسسات الصينية باستثمار في هذه الدولة، وأقام فيها عدد كبير من الخبراء الزراعيين ليقدم التوجيه والإرشاد يعني كيفية زراعة فطر العشب والرز الجاف، وقد حقق حصادا وافرا في السنوات الأخيرة. وكما تسعى دولتين على إنشاء يسمى بحديقة صناعية نظرا لتمتع هذه الدولة بمورد السمكية الوفير. فيعني تقدر الشركات الصينية على مساعدتها لإنشاء على سبيل المثال المواني والمصانع تجهيز الأسماك وما شبه ذلك، إضافة إلى كل ما ذكرناه يعني من حيث مزايا للتعاون في مجال الإنتاج والطاقات. فهناك المجال لتبادل الإنساني والثقافي قد يشهد مزيدا من التطور أيضا في السنوات الأخيرة، خاصة أن الحكومة الصينية قد وفرت لهذه الدولة الفرص لمنح دراسية لعدد الطلاب البالغ 440. وبعد التخرج حولي الطلاب من الصين وعودتهم إلى البلاد قد أصبحوا زعماء وراشدين يعني في كثير من القطاعات المختلفة. وأيضا هناك فكرة لفتح الخطوط الجوية المباشرة من بابوغينيا إلى شنغهاي. فإذا تم فتح هذه الخطوط الجوية سيشهد هناك مزيد من الطلب لمن يجيد اللغة الصينية. لذلك حاليا تبادر الجامعات من بابوغينيا الجديدة إلى التشاور مع الجامعات الصينية لإنشاء معهد كونفوشيوس ومحاضرات كونفوشيوس. فيعني نثق بأن التعاون والتبادل بين الجانبين سيشهد مزيد من التوسع في المستقبل. نعم، هناك إمكانيات ضخمة. فأستاذ رضوان، لننظر الآن إلى بروناي. قد تأسست العلاقات بين الصين وبروناي منذ 27 سنة، وتعتبر هذه العلاقات نموذجا للعلاقات بين دولة كبيرة ودولة صغيرة، وتتسم هذه العلاقات بالمودة والمساواة. فبعد بابوغينيا الجديدة زار رئيس شي بروناي، وهذا بعد زيارة الدولة التي قام بها سلطان بروناي السلطان حسن البلقية للصين في سبتمبر الماضي. فبرأيكم ما الإمكانيات في التعاون بين البلدين؟ الإمكانيات بشكل عام هي إمكانيات ممكن أن نقول عنها كبيرة، الآفاق واعدة. ولكن لنقل منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت الأمور تأخذ منحى آخر تصاعدي على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعاوني. الأمور بدأت تتدرج، وخاصة بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات والبيانات المشتركة ومذكرات التفاهم، بدأت العلاقات تتطور بمنحى إيجابي تدريجي. وبشكل عام العلاقات بين البلدين تتصف بأنها علاقات ودية دافئة تقوم على الصداقة وعلى التعاون المشترك وعلى الاحترام. بتقديري زيارة الرئيس الصيني إلى سلطنة بروناي ليست فقط مجرد زيارة دولة بالمعنى التقليدي، فهي تحمل أيضا من زاوية أخرى معاني ودلالات أخرى ورسائل إلى العالم. فهي من كما تفضلت قبل قليل هي رسالة ونموذج لعلاقة دولة كبيرة ودولة صغيرة. من جهة أخرى أيضا ممكن أن تفسر الزيارة على أن للجميع
الدول والشعوب حقوق متساوية وعادلة في التنمية واختيار مساراتها التنموية على أساس العدالة والمساواة والتعاون مشترك. ممكن أن تفسر أيضا لزيادة دعم مبادرة الحزام والطريق، ممكن أيضا أن تكون لبنة جديدة من أجل مجتمع المصير المشترك. الزيارة بحد ذاتها هي زيارة مهمة على صعيد الثنائي، وإذا ما أخذنا نظرة على البيان المشترك الطويل نسبيا وأكثر من 20 بند تقريبا، نلاحظ بأن الجانبين ارتقيا بمستوى العلاقات إلى شراكة تعاونية استراتيجية وشاملة. هناك دعم وتبادل تعاوني كبير في كافة المجالات تقريبا، مجال الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات والصناعة والتجارة والتبادلات السياحية والشعبية. إذن الآفاق واعدة وهناك رغبة جادة أكبر وإصرار على مزيد من الانفتاح بين البلدين، وهذا أعتقد بالدرجة الأولى سيفيد أكثر سلطنة بروناي للتطور أكثر والاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة جدا من أجل دعم المرافق والبنى التحتية في سلطنة بروناي. نعم. أما المحطة الأخيرة لهذه الجولة الخارجية للرئيس شي فهي الفلبين، فمنذ سنتين الماضيتين شهدت العلاقات بين الصين والفلبين تحسنا ملحوظا وتطورا سريعا، ففي الفترة القادمة ما هي المجالات الرئيسية التي ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين؟ نعم، إن الصين والفلبين تتمتعان ب نقول تاريخ ممتد من التبادلات الودية، فزيارة الرئيس الفلبيني إلى الصين قد فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودفعت التعاون بين الجانبين إلى مستويات الجديدة. فالصين والفلبين تتمتعان كذلك بآفاق واسعة للتعاون العملي في المستقبل، فهما كما نعلم يعني قريبتان جغرافيا وتربطهما العلاقة الدعم والثقافة، ويكمل الاقتصادان بعضهما البعض، كما يعني كلاهما يمران بمرحلة تنمية السريعة، يعني حيث نقول إن الفلبين لها مزايا حامية حيث الموارد الطبيعية والبشرية، في حين تملك الصين رأس المال والسوق. لذلك ينتظر الجانبين يعني التعاون أكثر توثقا للمستقبل الواعد من حيث الاستثمار والبنية التحتية، كما تسعى الصين إلى تكاتف مع مانيلا على بناء حديقة صناعية في المستقبل. ويعني في الوقت نفسه كما نعلم إن حجم التبادل الثنائي بين الصين والفلبين عكس تيار التجارة العالمية قد زاد ب 3.4% يعني بالمقارنة بالعام الذي سبقه، وهذا يمثل يعني حوالي 15.4% من إجمالي الحجم التبادل التجارية الفلبينية الخارجية. كما نعلم أن الصين قد أصبحت ثاني شريك تجاري للفلبين، والمنتجات للبلدين تتمتعان بالسمات يعني الخاصة، لذلك أمامهما إمكانيات هائلة جدا للتنمية. والصين تستورد كبير جدا يعني الحجم كبير جدا من المنتجات الزراعية من الفلبين. كما نعلم يعني نمت صادرات الفاكهة الفلبينية إلى الصين مثل البابايا والأناناس والموز والمانغ سريعا بنسبة 200% و100% و50% و30% على ترتيب. يعني في أكتوبر الماضي حسب الأرقام، وكذلك يعني حسب الإحصاءات يعني في عام 2016 إن نسبة استثمارات للشركات والمؤسسات الصينية إلى الفلبين قد ازدادت بنسبة 47%، وكما شهدت الأشهر الأخيرة التوجه المزيد والمزيد من الشركات الصينية إلى الفلبين بحث عن فرص استثمارية في قطاعات مثلا الصناعة التحويلية والبنية التحتية والزراعة وكذلك التجارة الإلكترونية.
وكذلك نعلم أن التعاون في البنية التحتية يعد مجالا مفضلا وتعاونيا فعال جدا بين البلدين، حيث تستعد الصين لإنشاء وتشغيل الطرق والموانئ والمطارات والجسور في الفلبين. ونقول على الرغم من أن العلاقة بين البلدين أحيانا تشهد بعض التذبذب من الهبوط والصعود، إلا أننا يعني جيران ولا يمكن تغيير ذلك. وكما يقول التاريخ، يعني لابد أن يمضي للبلدين على المسار الصحيح، يعني كجارين وصديقين وشريكين، حتى تمضي على الطريق السليم في المستقبل أيضا. نعم، العلاقات الثنائية وثيقة جدا في الفترة الحالية، وأيضا نعرف في الأسبوع الماضي تمت إقامة سلسلة من القمم حول شرق آسيا والآسيان، ثم جاءت رئيس شي للفلبين. أكيد سنرى المزيد من التطور في العلاقات الثنائية. وفي الجزء الثاني سوف نتحدث عن قمة إيبك، لكن بعد فاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الآن نواصل الحديث حول الاجتماع غير رسمي لقادة إيبك. أستاذ غزوان، ما هي الموضوعات الرئيسية التي تم نقاش حولها في الاجتماع غير رسمي لقادة إيبك هذا العام؟ هذا الاجتماع تم مناقشة الكثير من القضايا التي تهم، أو لنقل ذات الاهتمام المشترك. وأعتقد بتقديري بأن الكلمة التي ألقاها الرئيس الصيني هي كلمة ذات مغزى، وشملت كثير من الأمور ذات التي تثير المخاوف أو القلق لدى البعض. والرئيس الصيني أعاد مرة أخرى التأكيد على أن التمسك بالحمائية والفردية والأحادية، هذه التيارات لا مكان لها في عصر العولمة الاقتصادية المنفتحة. يجب وقف هذا التيار. أيضا الرئيس الصيني أكد على ضرورة إيجاد نظام عالمي اقتصادي مفتوح يقوم على أسس محوكمة بشكل عادل ومتساوي للجميع. لا يجب لأي دولة أن تقف في وجه المسار التنموي لأي دولة أخرى، كانت صغيرة أم كبيرة. أيضا الرئيس أكد على ضرورة أن يتم لنقل تنحية الحساسيات أو الاحتكاكات البسيطة التي تثير لنقل بعض الأزمات أو الغبار على الصعيد الدولي بين الدول الموجودة داخل منظمة إيبك، والتطلع أكثر إلى مستقبل أكثر إشراقا. إذا ما تم تنحية هذه الأمور جانبا، فإن المستقبل يعني أكثر رحابة للجميع. ما يجمع هذه المنطقة من نسيج جغرافي وتاريخ مشترك، ربما تشابه في كثير من الأنماط أيضا الاقتصادية، يؤدي إلى أن هناك مستقبل أفضل للجميع. وهذا ما أكد عليه الرئيس الصيني في خطابه، وأعتقد أنه لاقى صدى كبير. ولكن هناك ربما بعض الدول التي لا تزال يعني مترددة نتيجة بعض الارتباطات الدولية الغربية، ولكن الخطاب بحد ذاته الذي ألقاه الرئيس الصيني هو خطاب مهم جدا. إذا ما تم التعامل معه بشكل جدي من كافة الأعضاء، فإنه سيعود بنتائج وثمار مشتركة للجميع. نعم، فلعله من الصعب أن نغير موقف دولة أخرى، بل يجب أن نفكر في الدور الذي يمكن أن نلعبه نحن. يعني أستاذ وي، هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي حاليا، خاصة كما ذكر الأستاذ غزوان تيار الحمائية والفردية، وهذه التحديات، وأيضا هناك صعوبات أخرى طبعا. ففي مواجهة هذه التحديات والصعوبات، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين؟
نعم، حقيقة الأمر إن الصين تسعى دائما إلى تقديم أفكار الصينية وحلول الصينية في كل الأوقات، وكذلك يعني عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في كثير من المناسبات عن موقف الصين الثابت لتدعيم يعني العولمة الاقتصادية العالمية، وكذلك يعني الدعوة إلى بناء اقتصاد عالمي منفتح. يعني إن العصر الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يكون منعزلا عن الآخرين، لابد أن يتعاون الاقتصادات المختلفة سواء كان الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، يعني تساعد بعضهما البعض ليجد طريق سليم للتعاون حتى يتقدم سويا إلى الأمام. فالحماية يعني والأحادية مثل ذكر الأستاذ قبل قليل لا مكان له على الإطلاق في هذا العصر المعاصر، لذلك يعني تدعو الصين دائما إلى بناء الاقتصاد المفتوح، يعني يمكن لكثير أو جميع الاقتصادات أن يساهم، يقدم المساهمات حتى يكون مساهمة قليلة فيها. ولكن دائما نسمع بعض الأصوات يعني عكس ذلك وتدعو إلى أن الصين قد أصبحت كبيرة وقوية، ثم بعد ذلك هي ستحدد تقدم البلدان الأخرى، وكذلك بالمبادرة الحزام والطريق ستتدخل في الشؤون الدول الأخرى كما يعني تشكل الضغط الاقتصادي على الاقتصادات الأخرى. فكل هذه الشكوك يعني لا أساس لها أصلا، لذلك يعني ندعو إلى جميع دول العالم سواء كان كبيرا أو صغيرا، لابد أن يعلم هذا الوضع ويفهم هذا الموقف بشكل يعني يكون على يقين فهم هذا الموقف بشكل جيد وصحيح، ولا يتبع الرأي الخاطئة للدول الأخرى. نعم، كما أشار الرئيس سي في هذا الاجتماع إلى أن الاقتصاد العالم مثل سفينة كبيرة، إذا لا يوجد تضامن كافي في هذه السفينة فلا يمكن أن تنجح في يعني الوصول إلى مكان أفضل. يعني فأستاذ غزوان، الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع غير رسمي يمكن أن نترجمه إلى انهياز فرص التسامح واحتضان عصر الرقمنة. في حول موضوع الرقمنة، كما قال رئيس فريق عمل الشركات المتوسطة والصغيرة لمجلس الاستشارة الصناعية والتجارية التابع لإيبك السيد ستان جويس إلى أن البنية التحتية الرقمية في العديد من اقتصادات إيبك متوفرة في المدن فقط، بل يجب أن تقدم هذه الخدمات الرقمية لكل فرد في كل اقتصاد. فبرأيكم ما الحل لهذه الظاهرة، وما دور الصين في هذا الصدد؟ الحل من أجل الرقمنة، تعميم الرقمنة، البنية التحتية كما تفضلت قبل قليل متوافرة ولكن في المدن. هذا نفهم من هذا الكلام أن هناك فجوة تنموية بين الريف وبين الحضر. هذه المشكلة موجودة في كثير من الاقتصادات داخل أبيك، ولكن هذه الفجوة أصبحت يعني يتم رأبها داخل الصين منذ سنوات. الآن نتيجة التقدم والتفوق الهائل للصين في مجال الرقمنة واستخدام الرقمنة والنظم الإلكترونية، أصبح لا فرق كبيرا بين الريف وبين المدينة. حتى المزارع البسيط في الأرياف الصينية يستفيد من الرقمنة نتيجة الاهتمام الحكومي بالدرجة الأولى بإيصال الإنترنت، بإقامة دورات تدريبية وتوعوية لهؤلاء الناس البسطاء حتى يوفروا لهم إمكانيات وآفاق جديدة من أجل تحسين مستوى معيشتهم بشكل أكبر. بات المزارع في المناطق النائية قادر على تسويق منتجاته
إلى جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل الصين. الصين تجربتها في هذا المجال هي تجربة كبيرة جدا، ولا تقتصر فقط على موضوع التجارة الإلكترونية. الرقمنة هو مفهوم أوسع وأشمل بكثير من هذا الموضوع، ولها تجارب كبيرة. ولنقل على سبيل المثال للحصر، الجهود التي بذلتها الصين من أجل تخفيف الفقر باستخدام الرقمنة أيضا. هذه تجربة تدرس ليس فقط داخل منظمة أبيك، ولكن يعني على المستوى العالمي. الصين لديها إمكانيات وبنى تحتية رقمية كبيرة جدا ضخمة، قادرة على أن تقدم هذه التجارب وتشاركها وبرحابة صدر لجميع الدول الأخرى الراغبة في سد الفجوات التنموية بين الحضر وبين الريف، ولزيادة أيضا التوعية الشعبية التي يتم دعمها حكوميا للعامة من أجل توسيع مفهوم الرقمنة التي لا تقتصر فقط على مجرد تسويق منتجات، وإنما المجال يتوسع أكثر بكثير. ونتيجة دعم الصين للرقمنة نلاحظ بأن هناك أيضا المحركات الإبداعية داخل الاقتصاد الصيني تأخذ دفع إضافي مما يمكن أن يقدم إليها من إبداعات على صعيد الشركات الصغيرة أو على صعيد الأفراد في المناطق البعيدة. نعم، وأيضا من الموضوعات الرئيسية لقمة أيبك النمو المتسامح والمستدام، واتفق الجميع على أن مفتاح تحقيق هذا الهدف يكمن في الإصلاح الهيكلي في إطار أيبك. فأستاذ وي، ما المقصود بالإصلاح الهيكلي هنا؟ نعم، الإصلاح الهيكلي هنا يعني تعزيز المنافسة، ويعني عن طريق إنشاء وإدارة العمل التجاري، وفي نفس الوقت العمل على توصيل الناس إلى الخدمات الدورية. فتنقسم أجندة التعديل الهيكلي إلى ثلاثة أعمدة، ألا وهي أولا يعني توسيع أو تطوير أسواق أكثر انفتاحا وشفافية وتنافسية، وثانيا تعميق مشاركة جميع شرائح المجتمع، والنقطة الأخيرة أن يعني وضع سياسات اجتماعية مستدامة. وكما نعلم أن الصين قد حقق يعني في المجال التعديل الهيكلي الإنجازات كبيرة جدا، فيمكن أن تقدم للعالم يعني نقول الخبر وفير جدا في هذا الصدد. نعم، أستاذ غزوان، سؤال أخير. نعرف أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب غاب عن هذا الاجتماع، وأيضا عبر الجانب الأمريكي عن موقفه خلال العديد من الموضوعات. ما تعليقكم عن الموقف الأمريكي؟ يعني الموقف الأمريكي ليس جديد، دائما ما يعارض أي شيء لا يخدم مصالحه بالدرجة الأولى. هم يقدمون مبررات ويتدخلون بسياسات الآخرين خدمة لمصالحهم فقط، وبالتالي غياب الرئيس الأمريكي عن هذه القمة والآراء التي طرحت أمريكيا لن تؤخذ كثيرا على محمل الجد من كافة الدول الأعضاء على أقل تقدير. ربما البعض نتيجة سياسات معينة وارتباطات قد يعني يأخذ الجانب يعني يطيع الجانب الأمريكي، ولكن بالمجمل غياب ترامب لن يكون صاحب تأثير كبير على هذا الاجتماع. والصين ماضية في مشاركتها للعالم في كل الخبرات وفي كل التجارب، لنقل القافلة الصينية تمضي والإدارة الأمريكية توزع الكلام هنا وهناك فقط. نعم، لا أعتقد بأن هناك تأثير كبير. نعم، ليس هذا الاجتماع فقط، بل غاب ترامب عن سلسلة من القمم في شرق آسيا أيضا. نعم، هذا مبرر، يعني طالما أن ترامب منذ وصل إلى سدة الحكم وهو يعني دائما ما يجاهر بالعداء لأصدقائه وحلفائه ويختلق صراعات من لا شيء. نعم، فداء للمصلحة الأمريكية. نعم، شكرا لكم، شكرا على المشاركة، وشكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.